مساء الورد والسلام والمحبه لكل مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سفيره عزيزه. بقدم لكم كل الحب والتحيه، فتابعونا النهارده علشان معانا فقرات مميزه جدا في حلقه يوم الاحد. بس في البدايه خلوني ارحب بزميلتي اللي بقت عندها لقب اخيرا اسمه طوق الياسمين. يا سلام، طوق الياسمين. جاسي، انت خدتي اللقب الشهاده دي، هي من حد من كبار الاعلاميين في مصر. طوق الياسمين جنبي اهي. جاسي، مساء الخير. مساء الانوار يا استاذتي الجميله الاستاذه سناء. طبعا دي شهاده كبيره جدا لما اخذ هذا اللقب من اذاعي كبير وقامه وقيمه المخضرم عبد الرحمن رشاد، ولما الاستاذه سناء تعيد هذا اللقب مره اخرى استاذتي حبيبتي. انت طوق الياسمين، حلو، عجبني قوي قوي. خطوه عزيزه يا استاذه. الله يخليك. في بيت السفيره عزيزه، يوم جديد ان شاء الله مع حضراتكم، وان شاء الله فقرات تكون مفيده وممتعه لكل مشاهدينا. واسمحوا لنا ان احنا نبداها بالاخبار السريعه يعني. بس قبل ما نبدا مع حضراتكم بقى، احنا عايزين النهارده اولا ان حضراتكم الساعه 8 بالليل تفتحوا شاشه التلفزيون. احنا بنحتفل النهارده معاكم بمولد قناه جديده، قناه هامه جدا متفرده في محتواها، وهي قناة الوثائقية. القناة دي اللي احنا كلنا الحقيقة مستنيينها، وكان بيتم الاستعداد ليها منذ عدة سنوات. ساعات قليلة بتفصلنا عن انطلاق قناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة احنا بنقول ده بكل فخر، لأن هيبدأ بثها الأول النهاردة الساعة 8 مساء، باعتبارها أول قناة وثائقية مصرية تقدم هوية مصر. هتقدم القناة الجديدة دي أعمال وثائقية متنوعة، ومش هتقتصر فقط على الأفلام السياسية أو الأفلام التاريخية، ولكن هتنتج أفلام في كل وشتى المجالات، سواء بقى الفن، نجوم الفن، نجوم الرياضة، الموضوعات الاجتماعية، الشخصيات الأدبية، وكمان العامة. فحقيقة لازم نتوجه بكل التحية والتقدير والتهنئة لكل القائمين عليها، ونتمنى لهم كل نجاح وكل التوفيق. وعندنا ثقة، حقيقة ثقة، إنها هتطلع وهتنور الدنيا وهتكسر الدنيا، وهتبقى مشاهديها ومتابعتها يعني هتفوق كمان كل التوقعات. يا سلام، ألف مبروك للقناة الوثائقية الجديدة، وعندنا ثقة إنكم للمقائمين عليها هتقدموا سلسلة مهمة جدا ومميزة من الأفلام الوثائقية، خاصة يا جاسمين إن القناة هتبتدي بعد أولا 5 ساعات، قدامها 5 ساعات واثنين ثلاثة كده أهو، هتبتدي بعرض حوار تلفزيوني نادر مع أمير حدود داعش رشيد المصري، وهيتم عرضه على 3 أجزاء. تجربة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة نجحت من بدايتها بأنها تقدم شيء مختلف، لأن احنا كنا طول عمرنا بنحلم أن يبقى فيه أفلام وثائقية مصرية، مصرية الإنتاج طبعا. الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية الجديدة، عملوا أكثر من 50 فيلم وثائقي كانوا يعني محل إشادة وإعجاب من الجميع. صحيح. عارفة مرة يعني أنا بتفرج كده على التلفزيون لقيت فيلم أعتقد أنه كان معمول على صوت العرب، يعني مش فاكرة يعني الكلام ده مثلا من سنة أو سنتين، فحتى كلمت الدكتور محمود مسلم اللي هو رئيس الشبكة، قلت له إيه الشغل الرائع ده اللي أنت عامله؟ قال لي مش أنا، قال لي ده اللي عامله الدريني والمجموعة اللي معه. يعني عارفة حاجة تفرح، يعني مجرد أن أنا شفت الفيلم ده على الشاشة حسيت أنه الشاشة نورت. أنت عارف حياتك هي بدأت إيه؟ كانت وحدة الإنتاج الأفلام الوثائقية هنا عندنا طبعاً. وبعد كده من كتر ما هي الأفلام بقت تحفة ورائعة تم ترقيتهم. بصي، بس انا عايزه اقول حاجه. انا اجيب الوثائقيه دي ازاي في بيتي؟
ما اعرفش بقى اتعملت عليها يعني اجيبها زي. انا كنت هو ليها تردد، وعلى حسب ما انا عارفه وبرضه هنسال دلوقتي ونتاكد من المعلومه دي، هي على التردد بتاع اون تايم اعتقد 3 صح، فهي موجوده اوريدي موجوده عندنا بس هنلاقيها وبرضه هنتاكد دلوقتي برضه لما هنستقبل هذا التليفون. لا بصي انا شفتها على الشاشه في الجي ام سي، فعايزين نشوف لان انا هبقى اهو احنا حاطينها دلوقتي على الشاشه التردد ومعدل الترميز للاستقطاب الافقي حاجه كده. احنا حد عندنا في البيت بيفهم في الحاجات دي هو اللي يظبطها لنا. احنا عايزين دلوقتي نهني احمد الدريني رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركه المتحده لل خدمات الإعلامية. ألف 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 مبروك يا أحمد الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة. أنت فين يا أحمد؟ أنا سامع حضرتك سامعاني كده؟ سامعاك كويس قوي. كل أشكر حضرتك جدا جدا على التقديمة دي، وأشكر أستاذة جاسمين عليها فوق راسي من فوق. اسمها توق الياسمين. عرفت كده يا احمد اسمها توق الياسمين. انا كمان اترقيت يا استاذ احمد مش بس انت، وشفت بقى عايزين نهنيك بجد ونهني الاستاذ شريف. اولا اللي عارف عن الاستعدادات اللي انتوا بتقوموا بيها والمجهود الجبار والشغل الدؤوب اللي انتوا كنتوا بتشتغلوا عليه علشان تطلع هذه القناة اللي احنا كلنا كمصريين بجد منتظرينها، مستعدين لهذا التوقيت 8 مساء اليوم علشان كلنا نشوف الشغل الرائع اللي انتوا عملتوه. يعني بجد بنحييكم وبنبارك لكم مقدما، وعندنا ثقة كاملة عمياء ان انتوا هتشرفونا بجد كمصريين. والله يعني فوق راسي من فوق كل دوت انا وزملائي طبعا، ونامل ان احنا ان شاء الله رب العالمين نكون على قدر التوسم والامل المعقود علينا يا رب ان شاء الله. ايه اخر استعدادات يعني احكي لنا كده شويه عن نشاه هذه القناه وهتعمل ايه وتفاصيل كده يا احمد. طب هو في محطات سريعه وعريضه، احنا في نهايه 2017 وبدايه 2018 كنا ما يسمى بوحده الافلام الوثائقيه داخل قناه دي ام سي. ثم بعد كده بسنتين تقريبا او ثلاثه بقينا وحده الافلام الوثائقيه بالشركه المتحده، يعني اصبحت مهمتنا تغذيه كافه قنوات الشركه المتحده بالافلام الوثائقيه. ثم في ديسمبر اللي فات تم تكليفنا وتم الاعلان بانشاء قناه وثائقيه وقطاع للانتاج الوثائقي. القطاع دوت بيقوم بمجموعه مهام، القلب منها او على راسها القناه، انما في مهام ثانيه وشغل ثاني بينفذه القطاع. المفروض القناة إن شاء الله رب العالمين تطلع النهارده 19 فبراير الساعة 8 بالليل على تردد اون تايم فورس 3 الثابت اللي هو حضراتكم كان محطوط على الشاشة من شوية اللي هو 12303 27500. الافتتاح بفيلم وثائقي هو فيلم أدهم الشرقاوي، ده فيلم من إنتاجنا احنا بنعرضه لأول مرة. احنا عايزين بقى حضرتك قبل ما تكمل عن الخطوط العريضة تحكي لنا عن هذا التفرد وهذا اللقاء الليلة، كيف تم يعني التوضيب له؟ اتصور فين واتصور امتى وايه؟ وتدينا بقى كده برضو يعني حاجه حصريه كده برضو يا استاذ احمد، ايه الحاجه؟ ما تجيهاش للبرنامج تاني خالص، ما تروحش ناحيه اي برنامج. احنا الاصل برضو انتوا كنتوا معانا. احنا كنا وما زلنا مع حضرتك طبعا وشرفنا، ويعني مش عايز اقول زمالتنا ليكم يعني تتلمذنا على ايديكم دوت شرف لينا. الله يخليك. هو الحوار يعني من 3 اجزاء النهارده في اذاعه الجزء الاول منه. اللي اقدر اقوله ان هو بيعالج 3 محطات رئيسيه في كل جزء. الجزء الاول هو الولد نفسه اللي هو امير حدود داعش، اسمه ليه 3 اسماء، رشيد المصري ده اسمه الحركي داخل داعش. واسمه فهمي الاسود ده كان باسبور مزور كان بيتحرك من خلاله بيجوب العالم لحد ما اتقبض عليه. طب واسمه الحقيقي بقى ايه؟ هيثم عبد الحميد. احنا بنعالج في الحوار 3 محطات رئيسيه، رحلته من انه شاب عادي خالص الى شاب متطرف، لانه الولد كان في كليه طب وساب كليه طب ودخل اقتصاد علوم سياسيه واتخرج من اقتصاد علوم سياسيه. يعني ولد بالمناسبه ولد مش تافه ولا مغيب ولا مغسول عقله. واظن ان هو كمثال هيشرح لنا قطاع عريض من ذهنيه متطرفين جدد بيخالفوا تصورنا القديم عن المتطرف انه جاي بالضروره من بيئه فقيره او من بيئه جاهله. لا 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 خالص، هو من بيئه ميسوره متخرج من كليه قمه. ما زال لحد ما عملت مع الحوار بيقرا ومطلع وعنده وعي بالعالم حواليه وعنده ادراك للي بيحصل، لكن دي كانت اختياراته.
طيب نقطة التحول عنده، نقطة التحول عنده ايه كانت يا احمد؟ ايه اللي نقطة التحول؟ انا مش عايز احرق الحوار. طبعا لا احنا قاعدين هنتفرج عليه. هي فكرة كيف تتحول من انسان عادي خالص الى انسان الى ارهابي؟ ايه المحطات النص اللي بتعدي بيها جوه مصر؟ المحطة الثانية رحلته لليبيا، لما راح هناك وحاول ينضم لاحدى الميليشيات الليبية، ثم عودته من ليبيا الى مصر وذهابه الى سوريا. دي المحطة الثالثة، ذهابه الى سوريا هو راح ويعني يا دوبك داعش لسه بسوريا هادي في اولها خالص. وكان يعني مكتب تنسيق الارهاب كان هو حيران فيه يروح جبهة النصرة ولا داعش يعني. فبيلتحق بصفوف داعش، بيترقى داخل التنظيم لحد ما بيصبح هو امير الحدود السورية التركية والمفاوض باسم التنظيم مع عدد من دول الجوار. بيتفاوض على مصالح التنظيم، على بعض الشؤون والترتيبات والمسائل المتعلقه بتفاصيله الكثير التي لا تنتهي. طب قول لي يا احمد، القناه يعني هتبقى تبث على يعني مدار 24 ساعه ولا ليها وقت محدد ولا ايه؟ 24 ساعه. الساعه 8 النهارده ان شاء الله الى ان شاء الله بقى خلاص. واللي مش هيبقى عنده فرصة ان هو مثلا يتفرج النهاردة الساعة 8، هل مثلا الفيلم ده هيتم اعادة بثه مرة اخرى خلال اليوم؟ طبعا في تنويهات على الشاشة على مدار الساعة حوالين جدول العرض وجداول الاعادة والمواقيت وكل شيء. خاصة ان ده الجزء الاول والجزء يعني الجزء الاول يوم الاحد، الجزء الثاني ان شاء الله رب العالمين نفس الميعاد الساعة 9 يوم الثلاث، الجزء الثاني يوم احد وثلاث وخميس، يوم الثلاث وخميس الساعة 9 برضه. والمفروض اول 8 دقائق ان شاء الله رب العالمين لو ربنا اراد يعني وفقا لاخر تخطيط، القنوات المتحده مشكوره هتدخل في بث مشترك معانا. يعني كل القنوات المتحده هتضم وهيبقى في بث مشترك لعرض اول 8 دقائق من هذا الفيلم. بالظبط. واحتفالا طبعا بانطلاق القناه. اول 3 ولا 8؟ اول 8 8 دقائق من البث. فعشان يحصل الضم في البث. تمام. حاجه ثانيه بقى احنا عايزين نركز عليها برضو يا استاذه سناء، ان هذه القناه الوثائقيه مش بس هتبقى بتقدم افلام وثائقيه سياسيه او تاريخيه، ولكن ايضا ثقافيه وفنيه ورياضيه. يعني زي ما شفنا في البرومو اللي احنا عارضينه برضو في مثلا فيلم عن محمود رضا، عن محمد حسنين هيكل، عن يوسف ادريس، قامات وعلامات في تاريخ مصر. مظبوط مظبوط. احنا هو الهدف النهائي هو كل شخصيه انت بتتناولها او كل قضيه هي انت ما بتاخدهاش في حد ذاتها كخيط معزول، ده خيط من نسيج ضغط. يعني حتى فرقه رضا انت وانت بتاخدها بصوره او باخرى بتؤرخ للسياسه المصريه. صحيح. بتؤرخ لواقع اجتماعي واقتصادي وواقع فني مصري. يوسف ادريس انت ما بتؤرخش فقط لمساله ادبيه، انت بتتكلم عن قيم وتحولات ومعارك شهدتها مصر وتحولات سياسيه من الملكيه الى الجمهوريه واختلافاته واتفاقاته واشياء كتير. احنا في الاول وفي الاخر عندنا استهداف ان هذه القناه تكون يعني راقد معرفي ضخم جدا 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 للمصريين، بيؤرخ لنا ويوثق لنا ويحكي لنا حكايتنا المنسيه او ما بدا انها في سبيلها للتاكل على مدار السنين اللي فاتت. فاحنا بنحاول نتيح ده، وفي نفس الوقت احنا عندنا استحواذات والحمد لله رب العالمين على ثلاث الافلام العالميه وثلاث الافلام حاصله على جوائز عالميه افلام وثائقيه كلها، بحيث يكون المشاهد المصري وهو قاعد بيتفرج على هذه القناه متاح لي ما يراه او ما يشاهده نظيره في اي دوله في العالم. ممتاز. افلام من سويسرا، النمسا، بيرو، امريكا، من كل حته في الدنيا. افلام عن الطبيعه، عن الفضاء، عن التاريخ، عن الحروب، عن الفن، عن السياسه، عن كل شيء على الاطلاق يعني يمكن لايدينا ان تطاله وان نستحوذ عليه وان نعيد بثه مره اخرى. وفي بعض الافلام لها حق يعني احنا لاول مره بتعرض حصريا في الشرق الاوسط من خلال شاشه الوثائقيه. يا اعلان زميلنا الاعلامي احمد الدريني، يعني احنا بنحييك وبنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق، لان مصر كانت محتاجه الى قناه وثائقيه. كلنا كنا بنحلم ان في الاعلام ان ده ممكن يبقى متاح وان ده يتعرض ويبث على الجماهير مش بس في مصر ولكن في كل الدول العربيه. امبارح مبروك يا احمد، وهنقعد الساعه 8 بقى احنا كلنا نتفرج قدام الشاشه. الاعلامي احمد الدريني والاعلامي شريف سعيد، لكم كل التحيه والتقدير مننا كلنا. امبارح لو تفتكروا من خلال برنامجنا سفير عزيزه اطلقنا مبادره بعنوان انت مش لوحدك ما تخافيش،
ودي تشجيع ودعم وسند لكل بنت اتعرضت للابتزاز الإلكتروني بأي شكل من الأشكال. ده تحفيز ليها إنها تتكلم وتبلغ وتاخد حقها، وما تخافش لا من التهديد ولا من الابتزاز ولا من أي حاجة، لأن القانون في صفها. على فكرة التهديد ده مش بس يعني ممكن يجيلك من راجل، لا، ممكن يجيلك من ست أيضا، جارة ولا زميلة حقودة قدرت توصل لأي صور شخصية ليكي بأي طريقة وبعد كده تبتزك، يعني مش بس الأولاد لا كمان البنات. النهاردة كان في خبر إن جارة هددت جارتها إنها تنشر صور ليها وتبتزها علشان تدفع لها مبلغ مالي، بس طبعا لما الضحية بلغت تم إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات. صوروا بقى وصلت إنها دي تبقى جريمة، جريمة جميلة، جريمة جنايات يعني. عشان كده بنشجعكم اوعوا تخافوا، وده هدف مبادرتنا واللي احنا أطلقناها ابتداء من امبارح. والحقيقة المبادرة دي يعني بنعملها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. خلينا نوضح ليكم أكتر تفاصيل تاني وإزاي نقدر نساعدكم. احنا بنرحب بضيفتنا على التليفون دكتورة سوزان القليني، صديقتنا الدائمة، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس القومي للمرأة. دكتورة سوزان، اهلا وسهلا بحضرتك استاذتنا العظيمه استاذه سناء. حضرتك منوره الدنيا كلها وانا بسعد كلما التقيت بحضرتك. ربنا يخليك يا دكتوره سوزان. ايه الدور اللي بيقدمه المجلس في مبادره انت مش لوحدك ما تخافيش؟ قولي بالظبط. هو الحقيقه المجلس مش بيقدم هذه المبادره لوحدها، هو بيقدم العديد من المبادرات لتوعيه المراه بكثير والفتيات بكثير من المشاكل اللي ممكن تواجههم، وخاصة مع التطور التكنولوجي الفظيع والسريع والمتلاحق، واللي بيتطلب انه لازم التعامل مع التطور التكنولوجي ده يكون بوعي كبير جدا جدا عند الفتيات وعند السيدات. مش بس كده حضرتك، حتى كمان عند الاولاد، لانه النهارده عمليات الابتزاز الالكتروني اصبحت يعني من ابرز جرائم العصر المرتبطه بالتطور التكنولوجي. وبالتالي انا بشكر جدا 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 السفيره عزيزه انها تبنت هذه المبادره مع مجلس القومي للمراه ولجنه الاعلام، لانه احنا اهم دور من ادوارنا ان احنا نوعي السيدات والفتيات كيفيه التعامل مع التكنولوجيا، بعدم زي ما حضرتك تفضلتي، بعدم نشر صور، بعدم الحديث مع الأغراب، بعدم الدخول في مجموعات ما نعرفش دي مين ولا إيه أهدافها ولا إيه وراءها. طب دكتورة سوزان، دايماً يعني بنقول للفتيات في حالة في كل مجال والسيدات في كل مجال لازم تكونوا حذرين جدا، لأن التكنولوجيا التطور الفظيع اللي حصل في التكنولوجيا ده أدى إن ممكن الصورة نفسها تتقلد. النهاردة حضرتك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ممكن يقلدوا الشكل بالظبط والصوت بالظبط. طب أنا عايزة أسأل حضرتك حاجة يا دكتورة سوزان، الفتاة اللي انتحرت في حالة لو الواحد تعرض لحاجة زي كده، وزي ما كانت الأستاذة سناء دلوقتي بتقول إن في جارة عملت كده مع جارتها وبتبتزها، ولكن اللي خلاها تقدر إنها تحمي نفسها إن هي تقدمت ببلاغ. البلاغ بنتقدم بيه فين وازاي، وايه الارقام اللي احنا نقدم فيها البلاغ لو في مثلا خط ساخن او رقم تليفون؟ اولا كل التحيه لحضرتك، وسعيده جدا جدا بوجود حضرتك وبوجودي مع حضرتك كمان، كل التحيه لحضرتك. اولا احنا دايما بنشجع الفتيات اولا انها تبلغ وبسرعه جدا عن اي ابتزاز الكتروني ايا كان من مين. تمام، لازم تنتبه جدا انها تبلغ عن الرقم. ففي عده طرق للبلاغات. اول حاجه ممكن تبلغ للجنه الشكاوي في المجلس القومي للمراه، والرقم طبعا معروف 15115. ده الرقم ده مش بس للشكاوى او البلاغات، انما ايضا للمساعدات. يعني المجلس بيقدم اي مساعده ايا كانت، قانونيه، نفسيه، اجتماعيه، ايا كان شكل المساعده،
فالتواصل من خلال هذا الرقم، وأعيده مرة تانية 15115، ده رقم مجلس قوم المرأة للاستشارات أو البلاغات. أيضا ممكن البلاغ مباشرة للنيابة، لأنه النهاردة القانون أصبح حازم جدا وما بيهزرش، فالنهاردة فورا الجريمة جريمة جنائية احنا ضخمة يعني جدا للمتسبب في عملية الابتزاز الإلكتروني. والرقم ده اللي هو رقم التاني بقى اللي احنا نبلغ من خلاله، وهو 108 و15 115. دكتورة سوزان الخليني احنا بشكر حياتك شكرا جزيلا، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس القومي للمرأة، ولكن على وعد حياتك تشرفينا هنا بيت السفير عزيزة نتكلم باستفاضة أكتر وتفاصيل أكتر. احنا متأسفين مضطرين ان احنا يعني نطلع فاصل عشان نرفع أذان العصر ونرجع مرة تانية مع حضراتكم في بيت السفير عزيزة. غنت اضحك كركر اوعى تفكر اوعى تفكر حلوة الدنيا زي السكر، وغنت قلبي دليلي قال لي هتحبني وشحات الغرام ويا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي، وغيرها من الأغاني اللي بيميزها إنها فعلا كانت أغاني سابقة لعصرها، أغاني بكلمات وألحان منفردة في طبيعتها عن معظم أغاني الفترة الجاهلية. النهاردة زي ما سمعتوا هنتكلم عن قيثارة الغناء العربي ليلى مراد، واللي كان من أيام ذكرى ميلادها، ورغم إنها قبل ما ترحل اعتزلت واختفت لمدة 40 سنة كاملة، ورغم الاختفاء ده إنها حتى هذه اللحظة متواجدة وبقوة في وجداننا ووجدان كل من يتكلم اللغة العربية برصيد كبير جدا من الأغاني والأفلام. وقبل ما تكون ليلى بنت الفقراء أو ليلى بنت الأغنية أو سيدة القطار، فهي ليلى العاشقة للفن اللي أثرت ذاكرة الفن بأجمل الأغاني والأفلام. ليلى اللي حبيناها وفضلنا نحب طلتها المميزة وصوتها اللي مش محتاج لفرقة موسيقية، صوتها أوترها هي نفسها موسيقى. في فقرتنا النهاردة هنتكلم عنها مع ضيفنا اللي منورنا والشغوف دايما بسير مشاهير وباللي هو بيوثق تفاصيل وأسرار حياتهم بأسلوب يدخل القلب. كتب كتاب هام عن ليلى مراد بعنوان الوثائق الخاصة لليلى مراد، خلونا نعرف منه أهم الوثائق والأسرار بالنسبة لقيثارة الغناء. بنرحب بالكاتب الصحفي الكبير والناقد السينمائي الأستاذ أشرف غريب. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا يا فندم. أهلا مدام سناء. مبسوطين بوجود حضرتك معانا جدا يا أستاذ أشرف. وقبل ما نبدأ نتكلم عن هذا الكتاب الهام، الكتاب ده كتاب رقم كام في السير الذاتية اللي حضرتك كتبتها؟ كتاب يمكن يبقى رقم 15 أو 16 من أصل 29 كتاب. أنا بشتغل على مشروع كبير خاص بي وهو إعادة كتابة تاريخ الحياة الفنية في مصر، ومن ثم إعادة قراءتها تاني. وبشتغل بمنطق وبمنهج مختلف شوية، مش قائم على طريقة السرد التقليدي لكن قائم على فكرة التوثيق. مفيش معلومة بتتكتب إلا مستندة إلى وثيقة بتؤكدها وبتلغي أي مساحة للشك أو للتأويل أو للافتئات أو للمبالغة، يعني في الآخر بدي المعلومة بموضوعية موثقة وبموضوعية وخالصة كده من أي آفة أو شوائب ممكن تعلق بها. إيه اللي بيميز الكتاب عن ليلى مراد؟ كتاب الصدق أكيد اللي فيه. بالظبط كده. الكتاب لما بيقوم على الوثيقة الحقيقة هو بيجمع بين مزايا كتير. أولا فكرة المزامنة أو التلازم، بمعنى أنه لما بقول وثيقة ميلاد ليلى مراد أو وثيقة زواجها من أنور وجدي، فالوثيقة بنت الزمن، بنت اللحظة اللي حصل فيها الحدث. صحيح. وبالتالي مفيش مساحة للنسيان أو للتوهان أو لأن حد ممكن يقول شيء يعني خانته فيه ذاكرته. ثانيا فكرة المصداقية، بما أن هي بنت وقتها فهي صادقة. الحيادية والموضوعية طبيعي. كمان فكرة الإحاطة، أنا مش لما بقول وثيقة مش بس بقول أن هي بطلتها ليلى مراد، لا، يعني لما يبقى بنتكلم على وثيقة إسلام ليلى مراد يبقى
بنقول انه اللي كان موجود فيها وفضيلة الشيخ حسن مأمون اللي كان قاضي المحكمة الشرعية في الوقت ده اللي أصبح مفتي الديار المصرية ثم شيخ الجامع الأزهر. يعني في الآخر الوثيقة هي جزء من تاريخ الحياة العامة في مصر وليس فقط الحياة الفنية. مش يعني عايز أقول إيه أستاذ أشرف، إحنا طبعا ملاحظين في الكتب اللي أنت بتكتبها إن مفيش لا تهويل ولا تقليل. صحيح. انت بتدي الحقيقه زي ما هي، يعني مش بتطلعها من صوره الملائكيه الانسانه زي ما انا دايما بقول في كتاب انا كنت عامله اسمه الممثلون اليهود في مصر دون افراط او تفريط. بالظبط، حلو قوي 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 كده. قابلتها بقى، المهم بقى عندنا قابلت ليلى مراد، حاورتها ايه؟ لا انا كلمتها الحقيقه، هي ما كانتش بتحب تقابل حد خالص في الفتره الاخيره، لانه من ساعة ما اعتزلت ليلى سنة 55 كان عندها 37 سنة. فكانت في عز مجدها، كانت في عز مجدها وعز تألقها وعز يعني حضورها الطاغي على شاشة السينما. فطول ال 40 سنة اللي هي ما بين 55 لسنة رحيلها سنة 95 وهي كانت حريصة قوي على ان هي تحافظ على الصورة الذهنية عند الناس لصورة السندريلا الجميلة. ليلى مراد هي السندريلا الأولى في تاريخ، هما اتنين بس في تاريخ السينما المصرية اللي حظيوا بلقب سندريلا، ليلى مراد وسعاد حسني. فهي كانت حريصة على الفكرة دي، على الصورة الذهنية دي. فكانت ما بتقبلش أو لا تقبل أو لا تسمح أو لا ترحب، خلينا نقول، بفكرة المقابلات الشخصية إلا فيما نظر جدا. يعني فنان مريخ حمدي مثلا خلاها تسافر تعمل في برنامج لتلفزيون دولة خليجية، في صورة ليها شهيرة موجودة في الكنترول لآخر ظهور ليها لما الأستاذ يوسف السباعي وزير الثقافة كرمها في عيد السينما، ده كان آخر ظهور علني ليها. لكن تقريبا كان سنة كام يا كان سنة 79 79 لغاية سنة 95 ما كانتش بتظهر، وبالتالي كانت هي ما بتتحمسش لفكرة المقابلات. لكن هي سمحت لي الحقيقة بحوار تليفوني مش طويل قوي، لكن يعني الحقيقة يعني كان مديني نوع من الشبع كده ازاي انا بسمع صوت ليلى مراد اللي طول عمري بسمعه وهو بيغني. الصوره اللي معانا دلوقتي على الشاشه اللي حضرتك كنت بتشير اليها، وده كان اخر ظهور رسمي ليها، صح؟ بالظبط كده. بالظبط كده. لقيتها بقى وهي بتتكلم، لقيت الرئه والصوت الصغنطوط ده ومش. يعني تخيلي حضرتك انا كنت بكلمها في التسعينيات، يعني يمكن قبل سنتين مثلا من رحيلها. لا واعتقد حتى هذا اليوم يا استاذه سناوي يا استاذ اشرف، لو اتفرجنا كده على النجمات بقى في الاجيال الجديده، ممكن نلاقي مثلا واحده بتقلد تشبهيها بسعاد حسني، واحده تشبهيها بهند رستم، لكن ليلى مراد ملهاش حد عارف يقلدها ولا هي عايشه. انا هقول لحضرتك، انت يعني قعدت فتره تغطي شغل الاوبرا، شوفي كل حفلات ليلى مراد كان عليها الاقبال ازاي في الاوبرا. صحيح. فعلا حاجه، لا يعني ست ليها حضور حتى هذه اللحظه. مش بس بقى بعد 40 سنه من اعتزالها، لا ده بعد النهارده داخلين على 30 سنه على وفاتها، احنا سنه 23 يعني 28 سنه على وفاتها، وهي ما زالت ليلى مراد. احنا النهارده بنحتفي بذكرى ميلادها ال 105، يعني هذه أيقونة مهمة جدا. صحيح. في تاريخ الفن المصري. وما زلنا بنستمتع لما بنشوف فيلم أو مقطع أو أغنية ليها، قلبنا بيطير كده وبيرفرخ لما بنسمع صوتها. ده نوستالجيا. لكن الجيل الجديد بقى اللي ما عاصرش كل ده، رغم ده حطي أغنية أنا قلبي دليلي، تلاقي الدنيا كلها بتسمعوا من. صحيح. الأطفال الكبار ويغنوها معاك. طيب الأغنية دي معمولة سنة 47 في فيلم اسمه قلبي دليلي إخراج أنور وجدي، اللي هو النقلة الكبيرة اللي عملها أنور وجدي بعد نقلة توجو مزراحي، هو طبعا محمد كريم وإنتاج عبد الوهاب قدموها في يحيى الحب سنة 38 يناير 38. توجو مزراحي هو مخرج يهودي كان عنده رغبة في أنه يقدم نموذج لممثلة يهودية تبقى موجودة مع الممثلات المصريات المسيحيات والمسلمات. فقدم ليلى مراد في مجموعة من الأفلام اللي هي كرست لفكرة ليلى بنت الريف، وليلى بنت مدارس، وليلى في الظلام، وليلى ممطره اللي هو الفيلم الاولاني سنه 9، بس دي ليلى من غير بنت مربوطه، ليلى يعني ليلى ممطره. فخرج توجو مزراحي بليلى مراد من فكره الخجل اللي كانت موجوده عندها عند محمد كريم في فيلم يحيى الحب. لكن انور وجدي خد ليلى مراد لمرحله ومنطقه تانية خالص، منطقه جماهيريه كبيره جدا من ليلى بنت الفقراء. ودي
المنطقه اللي خلقت الجماهيريه وخلقت نجوميه الشباك عند الاثنين، لان انور وجدي طبعا اصبح استفاد. اصبح نجم شباك على اكتاف نجوميه شباك ليلى مراد اذا شاء التعبير يعني. في وثائق كتيره في الكتاب يا استاذ اشرف، واحنا هنستعرضها بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع بقى للوثائق، لانك انت ما تقولش كلمه مش حقيقيه صحيح. عن اي صحيح. من النجوم اللي انت بتتناول سيرتهم. فاصل ونعود. احنا بنستكمل الحوار مع الناقد السينمائي ومدير مركز الهلال للتراث الاستاذ اشرف غريب. يعني انا معلش كنت عارفه انك انت جايب لنا بعض الوثائق اللي لم يسبق انها اتذاعت في اي تلفزيون ولا صحيح. يعني عايزين تقول لنا ايه الوثيقه اللي قدامنا دي؟ انا مش عارفه انت شايفه يا جيسي اكتر مني. دي وثيقه ميلادها ولا دي وثيقه وفاتها؟ ايه الوثيقه اللي قدامنا؟ انا مش شايفين أنا الحقيقه دي. الشاشات بعيده، الشاشات بعيده فاحنا مش شايفين. إيه على اي الحالات ايه الوثائق اللي حضرتك يعني جدها؟ يعني النهارده مثلا معانا وثيقه زواج ليلى مراد وانور وجدي. والوثيقه دي الحقيقه مهمه جدا وليها خلفيه. دي وثيقه الزواج. دي وثيقه الزواج بالظبط كده. فهي دي ليلى مراد لما تزوجت انور وجدي سنه 45 كانت ما زالت على يهوديتها. وبالتالي الزواج تم في المحكمه الابتدائيه الشرعيه. مش بشكل تقليدي، مش مأذون مش يعني مأذون مش مش بالشكل التقليدي المتعارف عليه. مدني يعني. لا مش لا مش مدني. عارفة كان بيتعمل في الشهر العقاري دلوقتي حتى لما بيتجوز. هو الإسلام بيسمح بزواج المسلم من غير المسلمة الكتابية اليهودية والمسيحية. وبالتالي الزواج بيتم في محكمة ابتدائية، محكمة شرعية. فالزواج تم في الوثيقة دي بتاريخ 15 يوليو 45. أنور وجدي في ابريل 45 كان المفروض يخرج فيلم ليلى بنت الفقراء، المخرج كمال سليم اللي هو مخرج فيلم العزيمه. وكتب السيناريو بالفعل لكنه توفى بشكل مفاجئ، فانور وجدي قدر يقنع ليلى مراد شيئا فشيئا كده بانه هو اللي يخرج الفيلم لاول مره. انور وجدي ما كانش اخرج. وليلى خدت المخاطره، هذه النجمه الكبيره كانت عملت مجموعه من الافلام، ازاي تقف قدام اداره مخرج بيشتغل لاول مره اللي هو انور وجدي. انور وجدي بالظبط. ودي صوره الفيلم بقى. الصوره دي في فيلم بس اتحولت الى حقيقه بعد نهايه مشهد زواجهم. بالظبط بالظبط كده. دي الصوره دي يوم 17 يوليو 45. انور وجدي بيدعي كل ما له علاقه بالفيلم، فيلم ليلى بنت الفقراء اللي هو اول اخراجه. وبيدعي الصحافه المصريه في الوقت ده على انه المشهد الختامي لفيلم ليلى بنت الفقراء. وفجاه وهم الناس مجتمعه، وهي لابسه لبس العروسه وهو لابس السموكينج ومش عارف ايه، بيقول لهم احنا المشهد ده مش مشهد تمثيلي، ده مشهد حقيقي. وبيتقدم لها فعليا. هو كان كتب الكتاب او كان عمل قبلها بيومين في المحكمه الشرعيه في يوم 15 يوليو. وقال لهم ان احنا خلاص اتخذنا عش الزوجيه في عماره اموبيليا، و يعني احنا قررنا ان احنا نتزوج. وهي يعني كانت ده انور وجدي كان اول ازواجها، لكنه كان الزوج، هي كانت الزوجه الثالثه دي، كانت اتزوج مرتين قبل كده. قبلها ولا بعد؟ احنا افتكر كلنا عارف ليلى فوزي بعد كده، لكن قبلها اتزوج قبلها اثنين، واحده اسمها ادريه حلمي دي كانت راقصه في فرقه بديع مصابني، والهام حسين بطلت فيلم يوم سعيد مع عبد الوهاب. وليلى مراد كانت الزوجه الثالثه. غير بقى اشهر امتى اشهرت اسلامها؟ شايفه هي صغيره اهي في مدرسة راهبات. كانت في مدرسة راهبات دي في مدرسة. انت سؤال معلش انا اسفه يا جيسي. لا ولا حتى امتى اشهرت اسلامها؟ يعني حياتك قلت وثيقة الزواج كانت لسه على يهوديتها، امتى بقى اشهرت اسلامها؟ بعد سنة من زواجها من انور وجدي سنة 46. بتسمع هي اذان الفجر يوميا جنب جامع جنب عمارة اموبيليا شارع الشريف. فشيئا فشيئا تحس كده ان ربنا كان بيدعوها للحظه دي او للخطوه النورانيه دي. فبتصحيه في يوم من الفجر بتقول له انور انا عايز اعلم اسلامي. انور ما بتعملش بجديه مع الحكايه شويه، فبيحاول ينام تاني، فبتصحيه تاني فبتقول له انا بتكلم جد. قال لها يا نهار ابيض، طب يعني انت واثقه من خطوه زي دي؟ قالت له اعمل ايه؟ فقال لها تطهري وتوضي وانطقي الشهادتين. وبالفعل حصل ده،
والصبح أتى ليها بالشيخ محمود أبو العيون. الشيخ محمود أبو العيون ده أحد علماء الأزهر الشريف، حد كان مقرب جدا من الحياة الاجتماعية، أقرب كده إلى فكرة الشيخ الشعراوي في عصرنا. وفي صورة هي دي الصورة اللي معانا، الشيخ محمود أبو العيون ده، هو ده الصورة بتاعته معاه وهي معاه. ده من صباح اليوم التالي لإسلام ليلى مراد، وهو اللي تولى تعليم ليلى مراد أصول الدين والعقيدة والعبادات وإزاي تأدي الفرائض. لأنه حصل يعني كلام كتير جدا في ناس كتيرة قوي حاولت يعني تتكسب في الموضوع، تتكسب على اولادها هم بيتعلموا على فكره ان مين اللي ورا مين اللي ورا اسلام ليلى مراد. بص الاثنين ولادها ده فندم ده زكي فطين عبد الوهاب الله يرحمه، المخرج والممثل، وده اخوه الاستاذ اشرف اباظه الصديق العزيز جدا، اللي كان يعني واحد من اللي ساهموا في انه مثلا احصل على بعض الوثائق زي وثيقه وفاه ليلى مراد مثلا. فيعني هي كانت حريصه طول الوقت على ان تعلم ولادها اصول الاسلام زي ما هي تعلمته من الشيخ محمود. في اجمل من يا رايحين لله. الله 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 جميله. سنه 53 بتغني الاغنيه دي، لان يعني هي كانت عايزه تروح تحج، وكان انور رد بيصور فيلم بنت الاكابر، فما ينفعش تحج، فقالت له طب على الاقل اغني اغنيه للي رايحين بدالي، فتقول لهم هنيالكم عقبالي عقبالي. يعني احنا معانا وثائق، ما هو اتكلم عليه دلوقتي الاستاذ اشرف شهاده الوفاه، بس احنا اسفين بجد انه الحوار وقته انتهى، واحنا كنا عايزين يعني ننهل من المعلومات الجميله اللي عندك يا استاذ اشرف. خليك يا فاحنا سعداء جدا بوجود الاستاذ اشرف الناقد السينمائي مدير مركز الهلال للتراث، الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف غريب معانا، والمعلومات اللي اديتها لنا عن السيده اثاره السماء ليلى مراد. ويعني بعد الفاصل هنقدم فقره، انت عارفه التفاصيل الفقره اللي جايه. بعد الفاصل معانا الحقيقه فقره تانية برضه بنتكلم فيها عن الفن، ولكن فن بقى يمكن نقدر نقول عليه شبابي شويه. هم شباب نجحوا على مواقع التواصل الاجتماعي وغنوا مجموعه من الاغاني القديمه، يعني برضو الشباب شوفوا حضراتكم بيرجع برضو للقديم بس بيقدموا بقى بطريقه جديده. هنسيبكم تسمعوا جزء من شغلهم ونرحب بيهم في الاستوديو بعد الفاصل في فقرتنا الثانيه. بس هنشكر حضرتك شكرا جزيلا. عايزين نشكر من القلب والله. يا فندم انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وما شبعناش من الكلام مع حضرتك، وتوعدنا بقى نستكمل الحوار مره ثانيه يا استاذه سناء. يعني قيطره الغناء يعني ده عنده 200 كتاب، ده احنا نجيبه كل يعني لازم نتعاقد معاه. شكرا. شرفني يا فندم، شكرا جزيلا. وفاصل ونعود. بقى ده اسمه كلام، بتخلي من الايام، معقول حبيب انساك وبخاف يتعذب قلبي اكتر من كده، وعيش عمر اللي جاي بالشكل ده، حبيبي ارجع انا بنادي. مش غالي يبقى مفيش غليل، وتسيب يا حبيبي جوايا أشواقي وهوايا. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا الفنيه النهارده، اللي قررنا فيها ان احنا نعيش شويه نوستالجيا كده ونرجع لزمن الفن الجميل واحلى الاغاني واحلى الذكريات، ولكن نطعمها يعني
مذاق شبابي عصري. فقرتنا دلوقتي هنسمع فيها الغنى وهنتكلم عليه، واحنا الحقيقه دايما في برنامج السفير عزيزه وفي بيتنا هنا بنبقى حريصين جدا ان احنا نشجع كل المواهب في كل المجالات، خاصه الشباب اللي بيظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقدر ان هو يثبت نفسه، يعمل قاعده كده جماهيريه ويثبت نفسه عن موهبه فعلا. ضيوفنا النهارده الحقيقه في الاستوديو احنا عايزين نشجعهم مع حضراتكم ونعرفكم بيهم. ضيوفنا النهارده ساره خفاجي وحسن شعبان، الاثنين الجمال دول قرروا ان هم يعملوا الحقيقه حاجه حلوه جدا، وهي اعاده احياء الاغاني القديمه بتاعه بقى كوكب الشرق، السيده ام كلثوم وورده الجزائريه وفريد الاطرش وليلى مراد، ويغنوها بس بشكل عصري شبابي ومختلف وحلو. ودي شهاده الحقيقه مننا برضو، نتمنى ان حضراتكم تستمتعوا معانا بالفقره دي، وخلونا بقى نسمع منهم ونتعرف عليهم اكتر. ساره منورانا، اهلا بيكي. وعازف الاورج يعني حسن شعبان منورنا، ديوات جميل. بصي بقى، حسن شعبان مش بس عازف اورج وملحن ومغني عشان تبقى كامل العمليه، والبشمهندسه ساره، يا أيوة. باشمهندسه، ايوه انت باشمهندسه، ايه اللي دخلك في الحاجات دي؟ ما يعني هوايه كده بسيطه على جنب. طب اتعرفتوا على بعض ازاي؟ يعني بدايه العلاقه والتعرف كانت فين وازاي؟ كانت السوشيال ميديا، انا شفت، انا عندي استوديو وبحاول انقي من على السوشيال ميديا الاصوات الشبابيه اللي عندها كاريزما شويه مختلفه يعني. فشفت ساره على الانستجرام وقلت لها، بعت لها رساله قلت لها يا ساره احنا لازم نعمل حاجه مع بعض، واتقابلنا ونفذنا يعني، بس ومن هنا بدات الفيديوهات بتاعتنا يعني. طب على فكره انا مش عايزه اتكلم معاهم، انا عايزه اسمع الاول وبعدين اتكلم. ليش دعوه؟ لا وايه استاذه، مش هتسمع بس وهتحكم كمان. طيب ان شاء الله خير بقى. يلا سمعونا حاجه يا حسن. طيب نبدا، ممكن بوصفوا لي الصبر لام كلثوم مثلا نقولها بس بشكل. طب ما نشوف. ماشي، مش اجمل من كده. وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام، في الحب كلام، في الحب يدوب يدوب يتقال. وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام، في الحب كلام، في الحب يدوب يتقال. اهرب من قلبي اروح على فين، ليالينا الحلوه في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل أمل. أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل أمل أمل. الله 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 الله، صوتكم رائع. ما خفتوش من رد فعل الجمهور لما بتعملوا حاجه كده لقامه وقيمه من زمن الفن الجميل؟ هو يعني يحصل نوع من انواع المقارنه؟ هو اكيد، بس يعني احنا من انا لسه بنبدا وشباب صغننه كده، فالواحد بيحاول يعني. انا اصلا هجرب ايه اللي هيجرى. ساعات بيكون في نقد من بعض الناس اللي هو ايه يعني، لا ما تغنيش لام كلثوم، ما تغنيش لفلان، بيبقى شويه، هو بيبقى برضو حب زياده للفنان يعني. طبعا اه، ما تقربش لفلان، بس احنا بنحاول ان احنا نوصله للجيل بتاعنا اللي هو اسمع بس بشكل مختلف شويه. انا سمعت عليك يا ساره، وسمعت عليك يا محمود حسن حسن.
شفت السن بقى حكم السن. لا 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 ربنا يديك. سمعت عليكم انه لقيت ان الشباب اللي حواليا هم اللي حكوا لي انك وعملت اغنيه بيعيطوا لما يسمعوا. انا عيطت لما سمعت كلماتها مؤثره. انا عايزه اسمعي، عايزه توقد ياسمين اللي جنبي دي تعيط شويه. طيب يلا نسمعها نشوف الاولاد ليه تاثروا بيها قوي. مش عارفه ايه لباباكي لبابا لباباكي. طب نسمع. الله يرحمه. الله يرحمه. لما تسأل سوري انا اسفه. اوكي قولي اوكي. لما تقلق ونخبي لا تزعل عشاني، واما في طريقنا نسافر ونشغل اغاني، واما تشوف مني دمع وتعمل مش شايفها بتخاف تكسفني وتحسسني انك كاشفها. انت سندي وانت ظهري وصاحب عمري كله، لما بشكي لما بحكي من غيرك اروح اقوله، اللي مهما كبر سني هفضل اعيش في ظله. يا حبيبي يا ربي خلي صوتك العمر كله بيقولوا لي اني شبهك اني زيك حته منك، روحي روحك واخد قلبك في المشاعر والكلام. بيقولوا لي اللي شافوكي كتير لقوكي بنت ابوكي، ده في سلام واهتمام ويا بخت قالوا بنت ابويا. يا سلام جميلة. كنت هتخليني اعيط في النص. عيطتي وجاسي عيطت وانا وحسن قاعدين كده. جميلة وكلمات صادقة ومعبرة وطالعة من القلب قوي، واعتقد اي حد هيسمعها وحس فعلا ان هي بنت ابوها هتتفاعل معاها وتتاثر بيها. احنا بنشكركم وبنحييكم على ادائكم الصادق والجميل و الشبابي العصري الحلو ده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا والله، ده شرف لينا. شرف لينا، احنا شرف لينا ان كنتم ان احنا مستضيفين. هتقدموا لنا حاجه قبل ما نختم ولا خلاص؟ ما عندي حد. حقكم عليا. انا كان نفسي اسمع برضو صوت حسن، لكن ان شاء الله يعني احنا نمشي والمشاهدين يتفرجوا على لعلهم يفقهون، واحنا نقعد نسمع برضه. المشاهدين يتابعوكم كمان على السوشيال ميديا. يعني احنا بنشكركم شكرا جزيلا. معانا النهارده مطربه ساره خفاجي وعازف الاورج والملحن وايضا المطرب حسن شعبان. نورتونا بيت الشعر. شكرا ليكم، واحنا جيسي وانا نقول لكم بقى باي باي.